经验很深。我刚说我不能好多几个多钱啊，非常把这个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 جوز بس ان شاء الله بعد ما تخلص تبقى شغال.
بتشتغل. طب تخيل ان الشغل حلو وظريف وفلوس كتير وحاجات كده، فتخش في الدنيا ظريفه جدا يعني، تشتغل تقريبا 24 ساعه في اليوم، تدخل مبلغ قليل، فتلاقي نفسك سعيد ومبسوط. صح؟ لازم تكون مبسوط. طب دي حاجه سلسه. وبعدين نوعيه شغلك، يعني هل مثلا دكتور دكتور دي الدنيا زي دكتور شغال في الاي سي يو؟ ماشي. نوعيه الشغل كمان بتفرق. في سام جوبز استثمر الناس اللي شغالين في الاي ار ده في الاستثمر جوب، غير واحد تاني قاعد على مكتب بيبني حاجه واحده. حاجه كمان اللي هي الكونفليكت والفراستريشن، مش هتخش فيها قوي عشان دي قصه كبيره قوي. الفراستريشن انت عندك اعمال عميقه، انت لسه في سنه تانيه يعني، لسه في الاول، الاعمال ما زالت ورديه وجميله والدنيا لسه حلوه لسه شويه، فانت عندك حاطط اهداف كبيره قوي، عايز تجيب وعايز اعمل وعايز اقدم امتيازات وعايز اتعلم في الكليه وعايز اتعلم وافيد البلد والوطن والانسانيه وحاجات زي كده. وبعدين بعد شويه تمشي في الدنيا تلاقي It's not that good. انا مش قادر اعمل اللي انا كنت متخيله اساسا. ده اسمه frustration، احباط. يعني blocked goal. يعني انت كنت متخيل حاجه وبعد كده لقيت استجابه حاجه ثانيه خالص. في حاجات ثانيه احنا ما كنتش بالنا منها، حاجه اسمها hustles. hustles اللي هي minor stressful events. بتعملها كل يوم. يعني أنا ساكن في حتة بعيدة، فعشان آجي الكلية كل يوم بركب مواصلتين ثلاثة. أوكي أنا حاجة متعود عليها، بس دي حاجة ستريسفل ولا لأ؟ كويس؟ أي حاجة بتحصلك أنت حاجة أنت متعود عليها صحيح، بس حاجة مايلر. بس عمالة ده في فرق ده يعني بيخليك عندك بيس لاين أعلى. طبعا القصص دي عندنا كلنا كمصريين. اليوم العادي بتاعنا مليء بالستريسز. من اول لما تنزل الصبح تروح شغلك تاخد لك ساعه ونص ساعتين قبل ما تيجي عشان تشتغل ساعتين وترجع في ساعتين كمان. وانت رايح وانت جاي قابلك مئات المواقف اللي انت فيها كنت ستريس اصلا. فانت رايح ستريس وراجع ستريس. عيشه جميله جدا. حاجة تانية لو في كرونيك ستريس دي من تابع المشاكل الكبيرة. واحد عنده هانديكاب من أي شكل ما، واحد عنده هيمبليشن مثلا، This is a chronic stress. صح؟ هيتعايش مع ده ازاي؟ دي مشكلة أكبر، دي هي فعلا بتوصل إن يكون في another illnesses. طيب دي امثله لايف تشينج. واحده كانت بنت كويسه كانت في حالها، فجاه اتجوزت وخلفت مش عارفه تشيل العيل ولا تشيل السنه ولا تشيل شيء ظريف يعني. طيب ده سكيل، ده كلام طبعا انسانيه يعني، ده سكيل يبين اهم الحاجات او معظم الاسلاس والايفنتس. لكن اهم حاجه فيهم death of spouse أو partner. يعني بالذات لما هتلاقيه في الناس الكبار، لما تلاقي حد كبير كده وفجأة يجيب حاجة كمان سواء ست أو تلاقي بعديها هو داخل في الجشع. ولو كان في يعني vulnerability أكتر ممكن يبقى advantage to Alzheimer. يعني Alzheimer disease اللي ممكن تسمعوا عنه أو في Alzheimer هو الواحد ينسى كل حاجة، كل حاجة تعلمها، أو الميموري غير كل حاجة اكتسبها أثناء حياته. يمكن الدفع سبارز أو ديسبورتد يمكن هو من أول أسباب الألزهايمر. تمام؟ لغاية بقى بص كل حاجة، الفورس، الميديكال سيبريشن، فاينانشال، كل الحاجات دي ده في واحد سكورينج سيستم بتبص فيه كل الحاجات دي، بصيت فيه هتلاقيه عند بقى كل واحد بقى ايه عنده كام حاجه ستريس والايفنت اللي فوق. اتكلمنا عن الكرونيك ستريس، هو كرونيك ستريس اللي هو خلاص بقى عندك
انا عندي ايفنت فخلاص متقهرش، وبعد ما يروح الايفنت خلاص. تخيل بقى لو ده مسلم اربع مرات، هنشوف بعد كده يعني جوبز بس الراجل في الايار ده مصيبه تقريبا، الراجل ده مصيبه كده. في حاجات تفاصيل زياده ما تهمكش قوي الرول كونفليكت. لو انت في مكان المفروض تشتغل شغلتين، او انت دكتور في نفس الوقت انت اداري، فانت المفروض دلوقتي انت اللي بتدير المكان، بس اصحابك هم اللي شغالين معاك، هتعمل ايه؟ تمسك عليهم اخطاء ولا لا؟ في حاجه بقى مهمه جدا برضه مفيش دكتور مش هيمر بيها، حاجه اسمها بيرن اوت. اللفظ ده يعني مشهور قوي. بيرن اوت هو واحد مهم حضرتك موتيفيتد وشاطر، بقيت تشتغل ولسه سنك صغير، شغال في 3 4 5 ممكن شغال طول الاسبوع، يعني حتى في الويكند انت شغال برضه. ايه اللي هيحصل لك بعد شويه؟ هيحصل لك بيرن اوت. البيرن اوت ده مش حاجه فيزيكال بس، مش انا تعبان، ده فيزيكال اند سايكولوجيكال. يعني في الاول تقعد تشتغل روحك وتقدر ست شهور تشتغل كويس وتمام زي الفل، وبعد شويه يبتدي يلاقي هو ما بقاش افيشنت زي ده، بقى بالبلدي يكرر العين، مش قادر يسمع العين، مش قادر يكشف، يكتب اي حاجه. العين بدل ما كان بياخد معاه قبل كده مثلا نص ساعه في الانترفيو، طبعا بتتكلم على شغلانه يعني، بياخد معاه 5 دقائق. انا مش قادر اسمع اصلا. ليه؟ انا نفسي خلاص انا نفسي مطلوب، مش قادر اساسا ان انا اشتغل خلاص. وممكن يزيد على كده عليه بقى كده، يجي لك بعد كده انزايتي ديبرشن انتوماسيه. فبالتالي كلمه ان انا بشتغل كويس وبشتغل على طول وبشتغل كل يوم، دي حاجه مش حلوه اصلا. يعني الويك اند ده مش حاجه رفاهيه، مش حاجه اوبشن. طبعا انا عارف انك بتتكلم كلام الانسانيه، هتشتغل عشان تجيب فلوس اصلا. في الاول هتشتغل برضه في الويك اند عشان تجيب فلوس برضه. بس انت بعد شويه مش هتقدر. لما السن بيكبر كده مش هتقدر. بس ممكن حاجه مهمه، وحاجه مهمه ان انت لا مش شغال، حتى لو جالك شغل انت مش هشتغل. اتكلمنا عن قصص اللي هي ايفري داي بروبلمز، الحاجات اللي بتحصل كل يوم. كونفليكت هتاخدوها لوحدها في زي ما سايكولوجي هتاخدوها. كونفليكت يعني شو الفكره بس عنها؟ معناها ان انا المفروض عليا تشويسز، بقدر اي هاف تو تشوز وان. خلاص انا عايز حاجتين، او لازم اختار حاجتين، اختار ما بين حاجتين. انت عايز ايه كونفليكت؟ يعني عايز اخش طب ولا هندسه؟ طب اخش طب عشان الدكتور، اخش طب تمام؟ او انا مش عايز حاجتين، مش عايز اخش الجيش بس عايز او يعني اي حاجه انت مش عايزه، عايز عايز ان انا اخش الجيش، او مش عايز اخش الجيش بس ده واجب عليا، لازم تختار بين الاثنين دول، لازم اذاكر ودي حاجه وحشه مش عايز اصلا، فانا مش عايز اذاكر بس ما ينفعش اصلا، بس انا مش عايز الاثنين، مش عايز العب، بس لازم اختار حاجه فيه. الابروتش افايرنس ده له صله غريبه في الحاجات فيها حته ريليشن بالذات. عايز نفسي اشرب خمره بس ما ينفعش. ماشي. العادي ان انت بتعدي هذه الكونفليكتس بسهوله. حاجه مش صعبه عليك. لكن لو انت حاجه معينه معلقه عليك او عامل لك استرس، هي دي فيها مشكله. هي اللي ممكن بعد كده تجيب لك مرض بعد كده. بحب ابويا لكن ابويا عارف. بحبه بكرهه في نفس الوقت.
ده اللي بيعالج الناس اساسا. بعد كده ابوه وامه هم ابوهم فلازم يحبوهم طبعا مش لازم يبقى حاجه يعني. بس في نفس الوقت بيجي له نيجاتيف ريسبونسز من ابوهم يحبوهم ولا يكرههم يقف نص ما يعرفش يحل هذا الكونفليكت فيعني عايز اقول لك ان الكونفليكت ده هو ده الاساس بتاع معظم الامراض النفسيه. انت غالبا شغلك بعد كده تعرف هو فين الكونفليكت بالظبط؟ الراجل ده ايه الكونفليكت اللي خلاه يعني؟ حد فاهم حاجه؟ طيب يعني مثلا على الكونفليكت مثلا مختلف شويه. حاجه اسمها كاتاليسيميك ايفانتس زي اللي حصل في اسكندريه. ده كلها كده. دي حاجه ستريسفول ولا لا؟ بس على الماس على مستوى شعب حاجة. الزلزال، البراكين، الحروب. ومش بس كده، احنا في الفترة اللي كان فيها حرب العراق، كان سنة هي في عدد كتير بس المرة اللي وقع فيها. مش فاكر اسم الكلمة الصراحة. كتير جدا العيانين اللي هنا مصريين ما كانوش يظهروا العراق. ابتدوا يعني كان الانصت مع ضرب العراق او مع صوت العراق. طب ايه الصدر؟ المانيا من العراق، بلد من العراق. لا حاجه برضه في تربط من علاقه العراق. دي حاجه استرسلت بالنسبه لي. لاحظناها كتير في الفتره دي كان في عندنا حاجه اسمها بيريود كيلز، في حاجات امراض دوليه. يعني واحد بيجي له فتره بيعاني بشكل ما، خلينا نخش في التفاصيل. فاحنا كانوا كويسين تلاقي كل واحد داخل الابيسود بتاعته يا دوبك بعد الايفنت ده. متأثر باللي حصل في العراق، دلوقتي مش عارفين نتأثر بايه ولا بايه، بسوريا ولا بالعراق ولا باليمن ولا مصر. فالواحد مش عارف يتأثر في اي حاجة أساسا. طيب بالبلد كده احنا عندنا في اسبيكت ستريسور والديستريس اللي بيحصل لك انت حاجة اسمها كوبينج. الستريسور نفسه اللي احنا عاملين نتكلم في الكلام الفني اللي احنا عاملين نتكلم فيه من شويه. كويس؟ الديستريس اللي هو الريسبونس بتاع حضرتك. وبعد كده ايه اللي هيحصل؟ انت هتعمل ايه؟ هاو تو كوب ذا ستريس. ماشي؟ احنا اتكلمنا عن الستريس خلصنا الديستريس. بالتالي كده ايه اللي بيحصل؟ عندك تو سيستمز، السيمباثيك سيستم والاتش بي اي اكسس. كويس بقى السيستم هيبقى اروح في الاخر هيوصل ل 2000 يفضل يطلع نور جرافيك تمام هيعمل ايه؟ يبقى كده اشرب مني في السيستم اذا وقت باشر وتطريق و بص بقى زي ما انا عايز. طب حد فلامه بتيوتري ادرينال اكسس هيوصل لغايه فين؟ حد فلامه بتيوتري ادرينال اكسس كده عارفين اه هيوصل لغايه فين؟ ايه بس ايه الاوتكم بتاعه؟ واحد دلوقتي السيمباثيك وصل الادرينا المضاد كورتكس تاني وصل الادرينا الكورتكس هيعمل ايه؟ هيزود جلوكوكورتيكويدز كورتيزون. الجلوكوكورتيكويدز كورتيزون بالبلدي هو ده اسمه الستريس هرمون. بالبلدي كده لو جيت لاي عيان عنده انزايتي او ديبرشن لو جيت لقست فيه ليفل اوف كورتيكويدز هتلاقيه عالي. وده كان اساس نظريه ابتدى يعالجوا فيها الانكزايتي او ديبرشن عن طريق الانتي كورتيكويدز او السوماتوستاتينز. هي لا انا بتعمل طب خلاص طب ما نقللها يمكن السيمبتومز تروح. تمام؟ حد فاهم حاجه؟ ده صورة بس توصل لك ايه اللي بيحصل. ده توصل لك اول حاجة السيمباثيك نيرفس سيستم اللي هو في سيمباثيك نيوكليار مسكين في البرين بيطلع امبولسز توصل في الاخر للبرين من المدرج طلعوا نول جرافيك نفس القصة.
Wenn die Güter hier die Kinder haben, reine Farbe. Oder, ja, das soll ich reden, mit den Kindern der Mutter zu tun, eigentlich nicht nur von der Kreuz. Nur von der Kreuz kann man gehen. Das ist ein Kreuz. Nein, das ist ein Kreuz. Die Gemeinde muss hier bezaubern, kann ich heim. Denn hier nach Sahara bezaubern, kann ich heim. Bezaubern, kann ich heim. Bezaubern, kann ich mit der State of Fight, Achim, State of Fight of our Flight. Das merkt man doch wieder. Wir lachen. Die Sonne, wir sauen dort, wir sauen Heartrate, wir sauen Glucose mit uns. Ein Nachteil, Zucker, Schnacker, Waschen, ein Handy, Knie. Da gibt es viele andere. Da gehen wir nach den Kindern, die wir haben. Muschkele, Termin. Stress with cognition. Cognition and was like a matter of failure. Mainly thinking in memory. Like you talk. You tell me that stress is very powerful. And the stress is clear in memory. As you get a mazam to the urban in the hand, you have to guess and exactly say it. And I'm sure it's it. And I'm sure it's all the time I'm going كلكم هتقولوا قلت الكلمه دي بالضبط اللي هو اللي لما تاخد الدكتوراه. انا بنسى كل حاجه، حبيبي انت مش ناسي ولا حاجه. انت ستريس عشان كده انت متخيل ان انت بتنسى. او العكس انت ستريس قوي انت فعلا بتنسى. ده الانكزايتي ضد المعنى. كويس؟ المعلومه لما بتخش ما بتخرجش. بس هي الفكره المعلومه ما بتخيلش اصلا. ليه؟ ساعتها مركز في الانزايتي وفي الايموشنال ريسبونس بتاع حضرتك وخلاص. حصل مش هجيب تقدير. هو اول حاجه تعمليها فكر نبطل كلمه انا بنسى. لو قريتي اي حاجه ليها صله بالتنميه البشريه تقولي بطلي كلمه انا بنسى انا بنسى انا بنسى انا مش هجيب كل انا مش عارف مش عارف اركز. انا مش هاخد مجموع كويس، انا مش كل حاجه اقولها انا مش كل الكلام ده اساسا بيبير الميموري فعلا بيبير الام ما تسمعيش حاجه اسمها نيجاتيف، حاجه اسمها نيجاتيف نيجاتيف ثينك. كل اي حاجه نيجاتيف لا تركزش فيها، لا انا مذاكر كويس، لا انا عارف. كتير منكم هيفاجئ ان هو في حاجات ان هو مذاكرها، في حاجات شاكك فيها دي في امتحان يعني ايه بنصها عادي خالص. لان الريسورس بتاعت البرين اكتر بكتير باللي انت تقدر تدركه. كويس؟ بتلاقيها ببساطه بمنتهى البساطه عشان بس نخلص من حاجات اللي عملت اي حاجه عايز اذاكرها بذاكرها اول مره كويس. مذاكرها في بتاع يعني انت النهارده خدت محاضره دي ثلاثه في اي حاجه. ليش مثلا مراوح سيبهم؟ سيبهم شويه. تعالى بعد اسبوعين ترجعهم تاني. بس هترجعهم تاني مع ثلاث اربع خمس تانيين. وسيبهم شويه. وتعالى بعد شهر. رجع كل اللي خدته تاني. ما انت عملت تعمل ايه؟ ريهرس. فانت بتوصل للبرين ان المعلومه دي مهمه. انا مش عارف عليكم اكيد عليكم مهمه طبعا. اخد الكلام ده في المهمه ايه؟ في حاجه اسمها ريس مهمه، في حاجه اسمها لونج تيرم مهمه، في حاجه اسمها شورت تيرم مهمه. اي معلومه اي معلومه اي فن اي حاجه بتقعد في الاول في السنسر اريا بتاعتها لمده سنتين بعدين تطير الا اذا حضرتك عايزها. خلاص دي حاجه اسمها الميديت ميموري او السنسر ميموري. انا شفت حاجه خلاص فمتسجله بس في الاوكسيبيتال اريا لمده سنتين. اصل انا مش عايزها يعني مثلا مش مهم عندي اشوف منظر اركز في منظر الكراسي او منظر ما يهمنيش. اوكي؟ لكن فيجر شفت رسمه شفتها يهمني ان انا هفتكر بس لفتره بسيطه فيو مينتس او كتير يعني ساعه ولا حاجه بعدين تروح. اسمها الشورت تيرم. كويس؟ لا انا عايز دي اكتر. طيب دلوقتي كده
يقول لك نمرة تليفون، انت بتسجلها في دماغك، انت بتسجلها على ايه؟ على الشرطة المهمة اللي بالبلدي كده اللي بيخفي في الكمبيوتر، بتسجلها على الرامات يعني. عارفين الرامات؟ حد فاهم؟ مفيش طبعا، انت فاهم باقي في البطاطس. الرامات اللي هي random access memory، random access memory هي حاجه مؤقته، ذاكره مؤقته، حاجه لسه ما تسجلش. وانت بتكتب على الورد، انت بتكتب خلاص الكلمه قصادك، بس هي حافظت؟ ما حافظتش. لو جيت تقفل هيسالك سؤال، سيف ولا دونت سيف؟ صح؟ طيب طالما انت قلت له دونت سيف، ساعتها خلاص اترمت كده من الرامات، اترمت من الشورت تيرم ميموري. لا، المعلومه دي اللي عايزها. وقلت له سيف، قصه ثانيه. تيجي ياخد الفايل ده وتحطه على الهارد ديسك، الهارد ديسك بتاعه اللي هو التمبرال يوم. تيجي ياخد المعلومات دهيت وعلى طريق البروتين كانسس، يحطها على شويه بروتينات كده ويسجلها في التمبرال يوم. ماشي. وبالتالي الحاجه الاساسيه اللي بتحاول فيها اي معلومه انها تتسجل تبقى حاجه لونج تيرم، ان انت تعمل ريهرسل. بتلاقي كده وانت بتسجل، وانت دلوقتي وانت بتمشي، انت بتفتكر في الاول خالص انت اتعلمت المشي ازاي؟ ايه؟ عشان يتحولت لميموري، اتحولت للونج تيرم ميموري. عشان كده عادي الزهايمر لما بيكبر خالص ويكتم في الايرنس يبتدي ينسى كل حاجه، حتى سكيلز، ما يعرفش يمشي ازاي، ما يعرفش ياكل ازاي، فهو مش مشلول. بس خلاص البلان الميموريز بتاعت ان انا باكل ازاي، بشرب ازاي، بزرع القميص ازاي، تفطر. تمام؟ دي صار الميموري بتاعت كده في مصر. الجراف ده مهم جدا، ده اللي بيبين اساسا كل القصه اللي احنا عايزين نتكلم فيها. الاول خالص انت تعرضت لايفنت، اي ستيميوليشن، ايه اللي بيحصل؟ الارم ستيج، لمبه حمراء طلعت، بيحصل اللي احنا قلنا عليه من شويه، سيكريتات الكورنيانا وتجيب الكورتيكوز بتاعها، خلاص فرق جسمك واخدها يعمل ايه؟ يطلع انرجي عشان يفايت اجينست ذيس تشالنج ستيويشن. طب بعد شويه خلاص هيبدا يطلع لك اللي عنده، حاضر يعني. انت عايز دول البلاسما تاني عندي، عايز كورتيزون تاني عندي، لغايه ما يوصل للبلاتو ليفل خلاص ما عنديش حاجه تاني، المخزن فضل يجيب لك منين؟ اقصد لو الاسترس ابتدى يتحول من حاجه اكيوت لحاجه كرونيك، في الاول اوصل للبلاتو ليفل الحته اللي في النص، وبعد شويه خلاص بقى قدام الخط، خلاص حاجه الكوردينات بتتكسر، يبتدي يحصل اكسبوش ما عندوش حاجه تاني، تبتدي ليفل الحاجات دي تقل خلاص. طيب معناها ان هو ما عادش عنده اي ريسورسز يفايت اجينست ذيس ستريس. طيب هو في تاثير، في صله ما بين الكرونيك ستريس بالذات وما بين اي امراض ميديكال انس يعني؟ بمعنى هو دكتور، هو الضغط النفسي ممكن يجيب لي القلب؟ يا دكتور هو الضغط النفسي ممكن يجيب لي جاسترايتس؟ هو ممكن يقلل الميوز؟ اه عن طريق ايه؟ جلوكو كورتيكويدز. الناس اللي عندها كرونيك ستريس كورتيزون زياده لفتره طويله، واحنا قلنا الكورتيزون اساسا من ضمن الهايبر جلايسيميك هرمونز، يعني بيعمل هايبر جلايسيميا، هايبر جلايسيميا لفتره طويله مبروك جالك شغل، بيعلي الضغط، فانت ستريسد على طول لفتره طويله مبروك جالك ضغط، بيزود الاسيديتي يجيب لك جاسترايتس. هتلاقي حضرتك على سنه سته ربنا عليك اديكوا امل جميل يعني. انت دلوقتي مسؤول وعندك اجازه طارت شهرين الدنيا حلوه يعني، ما تيجي تطلع سنه سته تلاقي نفسك باين في شهر تسعه امتحانك وعليه خير في
12 يوم اللي بقى 4 حاجه صغيره حاجه يعني وقت طويل طبعا لو تخيل هو طويل مش طويل خالص انت بتقعد في البيت مثلا من الاخر من نص 7 او 8 تحقق نص 6 مش ملاحق كل ماده 12 14 كتاب كل كتاب كل جزء من 3 انت عايز بقى جامعه فانت قاعد تخبط ايه ما تخبطش الدنيا حلوه تخيل ليلة امتحان الباطنة في ثلاث سنين. ليلة شجاعة. أشنع جميل. مفيش حد عقل الليلة يقدر وفاتر الليلة دي. ازاي الباطنة؟ ليلة لا تنسى. يقول لك معروفين كده ليلة امتحان امتحان ستة، ليلة امتحان الماجستير، ليلة امتحان الدكتوراه. ثلاث ليالي مش هتنساهم في عمرك. وكويس قوي فيهم اللي بيعدي من غير حاجة. يعني كل واحد نصيب. اللي يطلع بسكويتس بس اللي يطلع بالتنشن اللي يطلع بالادكشن ايه ده؟ هو في صور من الادكشن ستريس؟ انا عندي ستريس في الايفنتس كتيرة ومش عارف احلها طب اعمل ايه يعني؟ خلاص ما في حاجات موجودة بتخليني زي الفل ولا احس بحاجة على رأي السيد فاروق الفيشاوي قال لك الشعب المصري كله بياخد ايه؟ حشيش؟ لا ما تحسوش ان انتوا من بلد بعتبر ان انا طبعا الشعب المصري يعني طبعا هو كل الاكثر كل الناس يعني الستارز يوزرز في مصر 6% ماشي؟ دول اللي هم المجرمين اللي هم بتاعهم لكن الناس اللي بتاخد سوشيال وبالذات لابس 50 60% على الاقل تاخدوا طياره يعني ياخدوا ايه؟ بيكيفوا بيكيفوا يعني ايه بيكيفوا؟ ما صح بيكيفوا ده بس الحكايه كلها ان هو بقى نفيت الانزايتي بيضيع الانزايتي بيعلي المود بتاع سعادتك بيقلل البودي ريسبونسز لاي حاجه بره وبيغير البرسبشن بتاعك الجرافيك اللي بيحصل تحس ان كل حاجه حلوه والموسيقى حلوه والالوان حلوه هي إيه الدنيا اساسا بايظه ومطيره طول اساسا بس انت تحس ان هو ايه؟ الدنيا جميله This is negative coping This is negative coping يعني حكايه ان احنا نبص للدنيا على اساس ان هم مجرمين لا مش مجرمين ولا حاجه ممكن واحد ما عرفش يحل الاستريسز اللي عنده فحلها بطريقه غلط يعني محدش يقدر يروح الشغل. طيب في حاجة مهمة تانية برضه ده من اللي هي في صلة ما بين الستريس والميديكال الإلنس الإميون سيستم. ممكن مش عارف انت بتاعك كنت عامله ولا لا، الإميون ريسبونس. إيه صلتها بالإميون سيستم؟ أنا عندي خناقة. هل دلوقتي محتاج أفكر محتاج ان انا اركز في الاميونتي وان انا معلاش حاجه مش مهمه خالص صح؟ هو بيمبير الاميونتي بيهيبت الاميونتي فتلاقي اللي هو عنده كرونيك ستريس ايفنتس كتيره بيعيا كتير وهو فعلا يعني حاجات تبقى لسه ما اعرفش عليك ولا لا حاجه اسمها انتروكنز حاجه اسمها سايتوكنز بتقل مع الكرونيك ستريس بالذات نتيجه الكرونيك ستريس حاجه كمان حاجات كتير بعيش حياتي بقى في كل الكلام ده. لقوا عملوا برين ايمجين. برين ايمجين. لناس عندهم ستريس ايفنتس يعني واحد مرات ماتت، واحد كسب فلوس، واحد مش عارف لسه عمل حادثه، بحد تاني عنده كرونيك ستريس. عنده شخصيتين في فرق في البرين اناتومي لا الناس اللي عندهم كرونيك ستريس في بعض هي الناس مش مهم مسمينا تبتدي تصغر تبتدي تصغر يعني يحصل نيورو جنريشن يعني نيورو بتموت ليه؟ برضه ممكن تبقى كويس في حاجه اسمها
نور متوافق فاكتورز والله مش عارف عن متوافق فكره ولا كلام ولا في حاجه اسمها نور متوافق فاكتورز اللي هي الحاجات اللي بتغذي النيورونز دي اللي بتخليها تكبر وتعمل دندرايتس اكتر وتعمل سينابسس كتيره وتعمل شبكات مع بعض. يبقى الدندرايتس يبقى نور متوافق فاكتورز تبتدي النيورونز تبتدي ان هي تكبر هتلاقي عنده ستريس ايفنتس كتيره وتعمل ستريس في ايريز عنده دي تظهر بعد شويه. صحيح في الاول كان عنده مثلا ميموري امبيرمنت كان حاجه نتيجه ان هو مشغول في حاجات كتير بس قدام لا بينسى فعلا نتيجه ان مثلا كيف كان الصغر ماشي. طب ببساطه عد بقى تشوف اي بيزنس في الدنيا هتلاقي ستريس ممكن يعمل من اول الكوسبايرس لغايه السي بي اس لغايه الكارسينوم. طيب نيجي للكلام الاهم بقى شويه كده. احنا اتكلمنا على حاجتين على الستريسرز وعلى الديستريس. البلد الستريسرز اللي هم ايه؟ بروسس زي ما انت عايز لايف تشينجز اي ستريس في الايفنت. قلنا في حاجه اسمها كوارك ستريس وحاجه اسمها ستريس حاجه اسمها ماسلز ده اللي ستريس بتاعنا. يعني ايه ستريس اصلا؟ يعني بودي ريسبونس تو ثريتنج سيتويشن. وقلنا ان في حاجه اسمها ديستريس اللي هو الريسبونس بتاع رده الفعل اللي هو عباره عن حاجتين اساسيه هما السيمباثيك تون والاتش بي اي اكسس وبعد كده دول لو طولوا ممكن يعملوا لي ميديكال إلنس فعلا بصوره ميديكال. تمام؟ طب اعمل ايه طيب؟ وانا اساسا بفكر ازاي في اي حاجه في الناقد ده ازاي انا بطيب اصلا ان الايفنت ده ستريسفول؟ سيبك من السلايد ديت بص معايا في الفيديو ده. في حاجه اسمها برايمري ابريزل وفي حاجه اسمها سكندري ابريزل. يعني ايه؟ انت تعرضت لاي سيتويشن اي حاجه مخك بيسال سؤال كل مره بيسال سؤال هو الايفنت ده او السيتويشن ده دي حاجه هارمفول ثريتنينج تشالنجينج ولا لا؟ انا في ازمه انا في خطر ولا لا؟ ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني هل انا عندي ريسورسز ان انا افايت اجينست ذس ستريسفول ايفنت ولا لا؟ انت فاهم حاجه؟ مخك بيسال سؤالين انا في ازمه او في مشكله ولا لا؟ وعندي اي مقومات ان انا اتخطى العائق او الستريسفول ايفنت ده ولا لا؟ وعلى اساسه بيحصل استجابتين حاجات ايموشنال وحاجات بروبلم فوكس وحاجات بيهيفير. يعني في مشكلة زي ايه؟ نتيجه كل اللي فات انا خايف انا قلقان انا مش عارف اركز كل دي حاجات ايموشنال ما بنامش كويس. كويس؟ حاجه ثانيه بروبلم فوكس تقدر تفكر كل واحد بياخد سكه من اثنين او صارت السكتين بس لازم تبقى حاجه اكتر من الثانيه. حاجه اسمها بروبلم فوكس. يعني انا هعمل ايه بقى دلوقتي؟ افكر في المشكله نفسها. انا عندي امتحان قالوا لي ان في امتحان في الفسيولوجي كله وبعد ثلاث ايام وانا مش مراجع حاجه. فهبقى ايموشنال فوكس يعني هفضل اعيط واقلق وما انامش ولا هفكر ارتب نفسي ازاي؟ كل واحد وشخصيته. كل واحد ياخد اللي هو اقرب ليه بشخصيته. واحد هيسمع الكلمه دي البنات مثلا بتترمي فيها مثلا مش انت مش انت كان زمان في المدارس مثلا تسمع حصل حاجه ومش عارف ايه ودخلت وقعت ده ايه؟ حاجه اسمها السينيور نوع من الستريس هي بقى الستريس ده اللي بترد زي بترد بحاجات ايموشنال قال ايه اغمى عليك؟ ماشي يقول لي جنبها بقى تلف ولا كذا. واحد تاني بقى بصحى بص خالص اما اروح ارتب جمهوري عندي يومين ثلاثه ارتب فيهم انا عندي ده واحد بروبلم وده اللي انت دورك كثيرابيست بعد كده بتواجه العيان ليك ان هو
но не реагираш при body response, ако имаш response в такава, но е ръпи си на дробни функции. Как е стимулирана да излиш в този хабит, а в начало, ей хабит, хай, ти ги ръпи си начало, това случва. Ти аз си. Добре? Той на гръмда, той. Не ти ги бе, който бе, това се е модели, че има дами. Вен, както ти ни аз съм, فانت الدكتورات بالرسورسز بكل حاجة بيتفرق هو أنا عندي بقى سيفيرس بس ولا مايلس بس ولا نوز بس ولا مودل على حسب هل أنا عندي قدرات إن أنا أتغلب على هذا السلاسل اللي في المقابلة كويس واحد لا أنا مش مذاكر أنا ما بعرفش أنا ما عنديش سوشيال سكيلز أنا مش بركز كويس مش بفتكر مش بعرف هو عمل إيه كده He underestimated his resources. هو هزم نفسه بنفسه. هو قال من قدراته هو يقدر يخاطب هذا الاستريس. انت اتغلبت يا باشا دخل في الجول الاولى اساسا من غير ما تعمل حاجه. وقت واحد تاني لا عارف يفكر كويس وعارف قدراته كويس انا عارف ان انا اقدر. حتى لو اتزنقت في الورقه اتصرف. الناس برضه عشان ما يدخلوش الكليه جدا من امتحانكم اي امتحان يوم السنه الاولى لغايه السنه السادسه دايما تحس ان انت مسلم. هل دي حاجه ظلم من الكليه وظلم من الاساتذه عشان يقفوك ولا دي مقصود بيها حاجه؟ قال لك سؤال معانا اكيد مقصود بيها حاجه. مفيش حاجه يعني كده رايقه وفزر يعني. مقصود بيها ليه؟ لان المقصود بيها دكتور لما يتخرج هو يجمع اكبر قدر من المعلومات ويعملها بروسيسنج ويعملها اوتبوت في اقل وقت ممكن. ساعتك لما يجي لك عيان انت قاعد في العياده او قاعد في المستشفى او في الاداره او في اي حاجه مش هتطلع كتاب تقول له معلش استنى بص في البيكتشر وادور عشان اعمل ديفرنش ديجنوزس عشان اقول لك انا بعمل ايه. مفيش حاجه اسمها كده. صح؟ انت بيجي لك عيان بشكوى بتعملها بروسيسنج وتفكر فيها وتسال اسئله ثانيه لغايه توصل لتشخيصين ثلاثه تعمل تحليل او تسال سؤال كمان عارف التشخيص عارف صح ولا لا. عشان توصل للسيكونس دي لازم يعودك ان انت دايما موجود. لان ساعات مفيش وقت اساسا انك تفكر. لو انت بتشوف المؤسسات بتاعت الاي ار التلفزيون خلاص حاجات اوتوماتيك في سكيما في دماغك لقيت كذا فبفكر في واحد اثنين ثلاثة أربعة هعمل كذا. وده المفروض. عشان كده لا أنت المفروض تذاكر أكبر قدر وتجمع أكبر قدر من المعلومات وتعمل لهم أسوسيشن. تربطهم ببعض يعني مع الفسيولوجي مع الكيمستري على كل زي ما أعرفش بس هعمله كده يعني. تمام؟ في بقى نوعين من الناس، واحد يا إما under estimate these resources انا ما عنديش اي مقاومات او اي صور ان انا اتغلب على الخوف بس او اكبر قوي في مستحيل الستريس. يعني ايه؟ حد يشوف في الصور احنا بنشوفه فيه البلد المراكز الدنيا عايز شوف حاجه اي حاجه ستريس تحس ان الدنيا اتهدت. دول بالذات الناس الايموشنال بالذات اللي هم الناس الايموشنال او الايماتيور هم اللي بيمشوا في السكه دي. ما بيبقوش بروبلم فوكس. تمام؟ طيب. الحاجه اللي بعد كده هو ايه اللي بيفرق من حد للتاني؟ في من الاول خالص لما قلت لك ان انت لما تطلع سنه سته تلاقي ممكن تلاقي واحد عيب سبب تلاقي فعلا ايفنت حصل واحد مثلا موت قتل قصاده حتى عمل حادثه حاجه تضيع عادي مش هتتم بعد كده. واحد تاني انت مش عارف ما لقيتش اي مستلزم في بيتها في هي بتفرق اشمعنى ده بيعني ده ما بيعنيش؟ اشمعنى ده بيعني قوي ده ما بيعنيش؟ لانها بتفرق في حاجه اسمها بيرسونال فاكتور افكتنج ستريس ابريزنج. ايه اللي هي الحاجات البيرسونال فاكتورز اللي عندك انت اللي بتفرق من حد للتاني في تقييم حاجه اسمها ستريس؟
جوه يعني والله في البلد كده يعني تأكيد يعني واحد نور بقى غير واحد من التاني من التاني من التاني تأكيد يعني والحقيقة مش بس يعني في ساعة طايفة في حاجات سوشي في حاجات مهمة ده بيفرق هو دي بريميوم اكسبيرينس واحد لسه جاي الشغل جديد ما يعرفش اي ما يعرفش مين اللي بيحصل في الشغل ويعرف ايه اللي حصل واحد بقاله في الشغل 20 سنه لما تحصل مشكله مين يعني انا اصلا العالم بريفيس اكسبيرينس وهنتعرض لحاجات كتير غير واحد كان مقفول عليه غير واحد كان اوفر بروتكتد دايما ماما خايفه عليه وينزل الشارع غير واحد اساسا مبني في الشارع عرضه تمام موتيفيشن انا عايز انا مش هتكسر لا هتغلب على لا هكمل معلش انت تريد جدا مش مهم العباره السنه الجايه انت مش كلام ما يبقاش كلام يبقى فعلا موتيفيشن طبعا شخصيتي كل واحد بيسميكس واحد قادر هو واحد ماتيور نف وقادر يفهم وعنده وعنده قدرات الشخصية اللي يتغلب بيها واحد ما عندوش ماشي آخر حاجة بليفز إيه بالتأكيد بليفز مقصود بيها خلاص مهزق بالأخلاقيات والمورز والدين واحد يتعرض لوسواس واحد خطيبته سابته فنقطة البحر غير واحد تاني عرض استاذ اكتر من كده زي كوبي مش كويس ليه؟ الدرس الكويس بتاعته هي اللي قدرت ان هو لو خليه يتغلب على الاستاذ طيب Thank you.
werden uns die Hilfe schaffen. Sehr gerne. في حاجة اسمها فلوس كنترول، إن أنا أحس إن مصيري كبيرة، مش كل حاجة إن شاء الله.